للتعليق على الموضوع ينضم الينا في الاستوديو عضو اللجنه التنسيقيه للميثاق الوطني العراقي الاستاذ مكي نزال. استاذ مكي مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا بك. انتفاضه تشرين هي امتداد طبيعي لكل الحركات الوطنيه العراقيه السابقه، هذا ما جاء في المؤتمر الصحفي للقوى الوطنيه المناهضه للاحتلال والموقع على الميثاق الوطني اليوم. كيف يمكن الاستفاده من تراكم الفعل الوطني لرسم مسار وطني عراقي؟ الحقيقة هي كأي حركة ثورية لابد من مراحل، لابد من تراكمات. هؤلاء الشباب فاجأوا الجميع بحركة سريعة وقفزة نوعية قوية جدا، ونحن نجد في مواكبتهم، وهو عكس ما يحصل عادة، إذ يجري التيار اللي على الأرض خلف السياسيين. نحن الآن نحاول أن نواكب هؤلاء الشباب، ولا أخشى القول أن نتفهم نظرياتهم. هم ناضجون إن لم يكن بالفكر فبالإحساس. قلت اليوم بعثوا برسائل خلال الدقائق الأولى والساعات الأولى ما يعجز عن صياغته الساسة والسياسيون والحكماء في ربما مدة طويلة، يعني لا نريد أن نحدد. المنظور المستقبلي بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن مهما كان هذا المستقبل فسوف يكون أفضل من قبل 1 تشرين. لماذا؟ وأيضا ذكرناها لأن هؤلاء الشباب حطموا الأصنام التي كانت مفروضة من قبل الاحتلال. هؤلاء الشباب نبذوا الطائفية، ومن كانوا يسمون أنفسهم ممثلين وقادة وما إلى ذلك، وهم واعون لمن جاءوا ليركبوا الموجة. يعني كنا مستعدين لنقول احذروا من يركبون الموجة قبل أن يصل الخبر عن طريق الإعلام. يعني نحن فاجأونا بشعار لا تركب الموجة على هاشتاج، ويعنون شخص معين، وهذا يعكس وعيا يعني ضفيرا. فهذا الوعي يجعلنا متفائلين، وإذا أدينا أي عمل إعلامي مساند وكذا نحن واقفون على أرض راسخة رسخها هؤلاء الشباب وليس نحن. أستاذ مكي، بالحديث عن هذا الوعي لدى الشباب ونظرا لرفعهم لسقف المطالب، ولم تكن فقط مطالب خدمية أساسية، إلى أي مدى يمكن أن نطلق توصيف الثورة الشعبية على هذه الانتفاضة، انتفاضة تشرين؟ يعني الحقيقة كنا نسميها تظاهرات، يعني تظاهرة قد تكون محدودة المطالب وكذا، ثم انتفاضة لأن الشباب نفروا نفيرا إلى الساحات وواجهوا الرصاص. والآن نعم يمكن أن نسميها ثورة لأن أهدافها صارت بشمولية القول أنهم يريدون إسقاط النظام وليس الحكومة. نعم. إسقاط النظام يعني إلغاء العملية السياسية. هم ذكروا أنهم يريدون تغيير الدستور، يريدون أن تنبذ الطائفية، وهذا أساس ما جاء به الاحتلال. يعني ما بناه الاحتلال في 16 عام الأخيرة وأسس له ربما 30 سنة قبل الاحتلال نسفوه بهذه الكلمات البسيطة، وجعلوا الوجه العراقي أعادوا له بياضه، أعادوا نقاء الصورة التي يرسمها العراقي بهذه الأقوال البسيطة وهذه الشعارات القليلة. أستاذ مكي نزال، يعني ما الضامن أن لا تكون هناك ممارسات أو خطط بديلة حكومية بالمستقبل، يعني تحديدا يوم 25 أكتوبر المقبل موعد التظاهرات الكبرى؟ يعني إلى أي مدى تتوقع أن يكون هناك ربما ممارسات معينة
أو خطط تنفذ على أرض الواقع تستهدف أيضا النفس الطائفي الذي يعني اعتادت الحكومات المتلاحقة استخدامه بحسب ما يرى المراقبون؟ يعني هم بدأوا فعلا منذ اليوم الأول للانتفاضة بهذا الاتجاه كنظام، يعني حاولوا بذر الطائفية ومخاطبة العقل الطائفي وفشلوا. الآن يعني يقال أنهم يعدون أناسا من السنة جاءوا بهم من السجون أو ربما من الشوارع ليقولوا أن هؤلاء يفجرون وكذا. في رأيي ومما رأيت من هؤلاء الشباب أنهم واعون لهذا المخطط. بقي أن يختلف الآخرون الغير مشاركين، ربما يقول أن هؤلاء السنة قتلوا هؤلاء الشيعة أو العكس وكذا. أما المتظاهرون فأنا ضامن بعد الله مما رأيت وليس مما قالوا لي أنهم لن ينساقوا ولن ينجروا لهذا المستنقع مرة أخرى أبدا. لماذا؟ لأنهم وعوا هذه النقطة، فهموا ورأوا من يقتلهم، يعني الفندق الفلاني والبناية الفلانية والدائرة الفلانية كانت مقرا للقناصة، فلا يمكن أن يكون إنسان يحمل بندقية طويلة ويخترق كل هذه الحشود الأمنية بالآلاف ويرتقي إمارة حكومية ويقتل متظاهرا. هم لو تتابع يعني ما بثته الرافدين لوحدها ترى أن هؤلاء الشباب واعون جدا لهذا المخطط، ونسأل الله تعالى أن يثبتهم على الحق. خرج الشباب في كل المحافظات في العراق أو معظمها نقول، أبرز هذه المدن التي انتفضت في تظاهرات كانت جنوب العراق. ما مدى أهمية التظاهر في الجنوب والذي كانت تعتمد عليه القوى العملية السياسية وتعتبره قاعدة شعبية لها؟ نعم، هو كسر الحواضن شيء مهم جداً، وكما قلت يخطط له وكذا. الآن جاء تلقائيا من نفس هذه المدن وهذه العشائر وهؤلاء الشباب. الوعي لا يولد مجانا، هم عانوا لكل هذه المدة لكي يصلوا إلى هذا الوعي. ولنا في لبنان، لبنان تبعت العراق، وكأنهم شاهدوا مظاهرات بغداد والناصرية وخرجوا. فقدانهم لهذه الحاضنة هو فقدان لمشروعية العملية السياسية. كانت الحجة أن هؤلاء لهم مظلومية وجئنا لنعوضهم، الآن قتلوهم انتهى كل شيء برأيي. شكرا جزيلا لكم الأستاذ مكي نزال، عضو لجنة تنسيقية للميثاق الوطني العراقي، كنت حاضرا معنا في استوديو رافدين. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.